عيشي جيم مع لايم دي جي اس، المساند الاول للرياضه الوطنيه. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال برنامجكم ديال العاب الفيديو وتقصى عيش الجيم. الحلقه ديال اليوم هي اخر حلقه في الحلقات ديال فيفا 19، داكشي علاش غادي تكون حلقه سبيسيال. جبنا لكم احسن وامهر واخطر لعابه ديال فيفا 19 في المغرب. غادي يكون معنا بطل المغرب ديال فيفا 19 الياس مساعد وصاحبه وصيف البطل جامد وحتى نوتر اكسبير وميزون. غادي يعلمونا دي زاسيوس صعاب والاول مره غادي يكشفوا لينا على السر ديال الخطط والتكتيك باش دائما كيربحوا. غادي نقصروا تورنوا صغيره بيناتنا، يا ربي ما نتشوش ونخسر غير بشي جوج اولا ثلاثه. اللعبه ديالنا واجدين، المخرج واجد، البلاطو واجد، طلع اخويا الجينيريك نبدا. عيش الجيم. الحلقة ديال اليوم غادي نسميها الحلقة تشامبيونز ليغ ديال الحلقات ديال عيش الجيم. وقبل ما نبداو الفقرة الأولى غادي نستقبلوا لي زانفيتي ديالنا. مرحبا بك معنا إلياس. ميرسي بوغ لانفيتاسيون سماعيل. إلياس مساعد هو بطل المغرب ديال فيفا 19 اللي ربح التورنوا ديال ام دي جي اس اي سبور. ربح شي تورنوا ما عرفتش علينا، ما شفنا لا زردة لا والو. الحلقة نديروا الزردة اللي بغيتي دابا. مرحبا بكم. مرحبا بكم كاملين. كاملين الدراري شاهدين انتم شاهدين عليك. ومعنا محمد العزة الملقب بالجامد. مرحبا بك معنا، انت هو وصيف البطل ديال التورنوا. ميرسي بوغ لانفيتاسيون سماعيل. ايوا بحال اللي تيكون فينا ما بغاش تخشى. وبحال ديما كيكون معنا نوتر اكسبير اوميزون. انت غادي تولي انت اللي ترحب بيا مش انا اللي نرحب بك. مرحبا بك اسماعيل ومرحبا بلي شامبيون ديالنا. ان شاء الله اليوم غتكون حلقه زوينه. لي زامي نبغي في الاول نعرف نشوف شنو كديروا اون باراليل مع الجيمر. دونك انا اكشوالمون سي اون دوزيام اني ديال كلاس بريباراتوار بوغ انتغري دي زيكول دانجينيوري. دونك كنحاول اون ميم طون جيري بين القرايه واللعب. جامد. انت فاش كتقرا؟ انا سي اون دوزيام اني كلاس بريبار في ايكونومي وان شاء الله العام الجاي باغي نجي شي ايكول مزيانه. وميزون انت كبرتي على القرايه دابا، انت غتكون خدام. انا كبرت على القرايه ودابا انا جو ويب ديزاينر وويب ماستر. نبداو الحلقه ديالنا بالفقره ديال تعلم الجيم، ولانه معنا احسن لي جيمر، معنا لا كريم ديال لي جيمر ديال فيفا في المغرب. غادي نبغيو نعرفوا احسن لي زاسيوس ديالو. مشينا الدراري مشينا سير الله. وغادي نبداو مع البطل ديالنا الياس. شنو هي لاسيوس اللي وجدتي لينا؟ قلت لكم لا كروكيطا هو واحد الجيست تكنيك راه مشهور كان كيديروا انيستا وينفاك بزاف. هاد لا كروكيطا باينه غير من السميه صعيبه وميزون عطيه لا مانيط يعلمنا. مرحبا. بالعكس اسماعيل راه لا كروكيطا راه ما صعيبهش بزاف. دونك راه خصك غير تورك على ال1 هنايا وصافي وكتحرك الجويستيك اللي على اليمين في لا ديريكسيون اللي بغيتي دير. وكيفاش انك تقدر تستعمل هاد لا كروكيطا باش ماركي البيوت؟ تقدر تستعملها فاش تكون اون فاس مع بوطو، دونك تقدر دريبلي بان جوغ وتشيري اولا تستعملها. انا بالاخص كنستعملها في لي كورنير. وانت جامد، شفتك في التورنوا كتماركي بزاف ديال الكفرات. بغينا نعرفوا لاسيوس. كدير لا باس الاولى للجوغ اللي كيكون ادغوات après que dit une passe en profondeur là dès qu'il sort à gauche حيت certainement les défenseurs qui connaissent تابعينو صافي كتبقى فاصا فاص منك الجول et puis un tir radier. اوميزون انت وريتينا بزاف ديال لي زاسيوس، دابا بغيناك تورينا احسن اسيوس ديالك. احسن اسيوس اللي كنصح بنادم يديرها بزاف هي لابيل دو بال. لابيل دو بال اللي كنديروها نوريها لكم بلا مانيت كدير بال1 اوتوماتيكمون كدير لا ديريكسيون ديالك اللعاب اللي بغيتي دير ليه يمشي يهرب بالكره. سي كيف غير كدير الفلاش ديالك مثلا على اليمين عليه هوايا كتورك على ال1 اوتوماتيكمون كيبان لك كيجري بحال اللي كنشوف بحال اللي كنشوف في لي زيماج اللي كنشوفو في لي زيماج كيبان لك واحد اللاعب راه هربان هذاك هي اللي كدير بال1 وكيهرب ليك. الياس انت هو بطل المغرب، انا وبزاف ديال الناس نبغيو نعرفوا شنو هما لي تاكتيك بيرسو ولي فورماسيون اللي كدير باش كتربح لي تورنوا. لعبت فورماسيون وحده اللي هي 4-2-3-1 فيها دو ميليو ديفونسيف 3 ميليو اوفونسيف وبيوتور. علاش هاد لا فورماسيون؟ دونك كاين لي دو ميليو ديفونسيف كنلعب كنخليهم كندير لهم غاستي ديغيغ اون اتاك دونك فاش باش يبقاو ليا ونحاول نلعب غير بلي ميليو اوفونسيف وبيوتور. كونسيرنون لا تاكتيك كنلعب ب ركولي باش لي ديفونسور يبقاو اللور وكتكون سوليد اون ديفونس الوغ كو اوفونسيفمون كنلعب كونستركسيون رابيد. علاش؟ فاش كيضيع لادفيرسير لا بول كتجيني ساهله باش ندير كونتر اتاك ونماركي البيت. الا بغيتو تعلمو مزيان كيفاش ديروا الخطط ولي تاكتيك بيرسو غادي ترجعوا للحلقه الثانيه. كان اوميزون عطانا بزاف ديال التفاصيل. دابا غادي نمشيو نشوفوا لي كيسيون اللي صيفطوا لينا في لي ريزو سوسيو ديالنا. غادي نبداو مع لا كيسيون الاولى مع حمزه من فاس. هاي دراري بغيت نسول على فين وصل النيفو ديالكم في فيفا التيميت تيم تشامبيونز. حمزه من فاس كيسولنا فين وصل النيفو ديالكم في فيفا التيميت تيم تشامبيونز. كندير 22 فيكتوار من 30 ماتش. والماتشات الاخرين كيفاش طلعتكم خسرتيهم؟ كاين بزاف العوامل اللي كي انفلونسيو على لو جو ديالك اللي ما بينهم كونيكسيون
des fois كتكون لاعب حتى كونيكسيون كتقطع وكيكون دي لاك اون بلوس دو سا ليكيب كطيح مع دي غراندز ايكيب الوغ كنت كتكون عندك غير اون ايكيب لي نورمال دونك ما كتقدرش دير شي حاجه في الماتش كيمشي لك حتى المورال من الفوق دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كيسيون الثانيه اللي صيفطها لنا ربيع من كازا يا الدراري السلام عليكم واش ممكن تعطيني شي طريقه اللي نطلع فيها فرقه بالزربه في فيفا التيميتي دونك ربيع كيسولنا واش ممكن تعطينا شي طريقه اللي نطلع بها فرقه مزيانه في فيفا التيميتي كنصح لي جوار ديالنا يبداو بلي ديفي دي كرياسيون ديكيب اللي هي دي ديفي كديرهم اللي كتربح منهم دي باك مزيانين كيديروا بثمن اللي كنسميو حنا لي كريدي قلال وكيعطيوك دي باك اللي يساوين باكات مزيانين وكتقدر تلقى فيهم دي جوار واعرين اللي تقدر تبيعهم اولا تخليهم في ليكيب ديالك تلعب بهم ولكن نسيتي واحد الحاجه هي مهمه بزاف في الفيفا الا ما عندك الزهر في لي باك دونك راه ما غاديش يطيح فيك شي لعاب مزيان وما غاديش تكون عندك فرقه مزيانه وما غاتجيب مزيان في الشامبيون دونك انت وزهرك لي زامي باقيين كتفرجوا معنا في هذه الحلقه ديال برنامجكم عيش الجيم باقي غادي نديروا تورنوا ما بيناتنا في الفقره ديال فاس فاس وغادي نشوفوا شكون هو البطل ديال برنامج عيش الجيم بيان سور ما غاديش نكون انا دابا غادي نمشيو للفقره ديال اف 5 وغادي ناكتواليزيكم ونعطيكم اخر الاخبار في عالم العاب الفيديو الى كنتي من المتتبعين ديال اكبر ستريمر ديال العاب الفيديو في العالم نينجا فراه ما غاديش يبقى يدير البث المباشر في تويتش المنصه اللي كيتابعوا فيها اكثر من 14 مليون ابوني مايكروسوفت سينات معها عقد باش يبقى يستريمي حصريا في المنصه الجديده ديالها ميكسر ب 50 مليون دولار فمن بعد ساعات قليله باش كخيا الكونت ديالو في ميكسر وصلت القناه ديالو نص مليون مشترك وباش حتى نتوما ديروا كونت في ميكسر باش تتبعوا خاصكم ضروري يكون عندكم كوب ديال هوت ميل ممارسه العاب الفيديو في الشينوا غادي ترجع مهنه رسميه الحكومه الصينيه غادي تعترف حتى بالمصممين والمطورين ديال لي جو فيديو وغترجع رسميا هي خدمتهم الشينوا كانت علاقتها بالالعاب معقده العام اللي فات وحبست الموافقات من بعد انتقادات كبيره على الالعاب على انها كتاثر على الصحه ورجعت هاد الشهر باش يولي محترفي الالعاب مهنه رسميه ديالهم العقوبه لينا في المغرب ونشوفوا في لاكارت ناسيونال جيمر مازال وصلنا الفقرة ديال فاس فاس اللي كنتسناو كاملين في هذه الحلقه ما غاديش نديرو ماتش ولكن غادي نديرو سبيسيالمون تورنوا ما بيناتنا باربعه وغادي نعطيو الاوميزون هو اللي غادي يكومبوزي لينا لي دومي فينا اسماعيل معنا باغي فيك الخدمه غادي نخلي لك الشامبيون ماروك ديالنا الياس يلعب معاه في الدومي فينال الاولى وبيان سور الدومي فينال الثاني غنلعب مع الجامد دومي فينال الاول انا غادي نلعب بجيفونتوس والياس غادي يلعب بفرنسا انا كنت محضر حاف شكل رحت البيت ديال التفاح رحت البيت كنسبو هذا هو الهدف الاول شو هذيك شي واحد رحت ديال التفاح هذه كومونت معنا على الماتش بركه ما تيطلع صاحبي كومونت هذا كتمشي ريحه البيت ياك بان ليا كنلاحظوا المقابله باين شكون الفايز انت هاك تلاحظ من الصباح انا بعدا راه باينه غنخسر انا كنحافظ على الكرامه لا 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 ماشي لا هما لي ترول اللي كنشوفوا لي ترول اللي كنشوفوا ديال فيفا فوالا لسفتي من الدرس ديال الحلقه الاولى وراك فين غايتيرا وراك انا قلت لك انا زعما درت بالنصائح ديالك زعما لي جوار برو كيبدلوا حتى لاخر لحظه قال لي المنطقه عندك خاسره انا غير غنمشط لكم هاد البطوله انا كملت لكم ديك النهار اللحظه هادي اش كاين كاين ملي شي بويت صغيور صافي التفاحه 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 يعني التفاحه الرابعه كتاكل دابا تفرج ليا السونطراج دابا يلاه تفرج يلاه تفاحه بيش ولا ماشي بيش لا صايب الحال كيسالي الماتش خسرت ب 4-0 دابا غادي ندوزو للدومي فينال الثاني ما بين اوميزون اللي غادي يلعب بفرنسا وجامد اللي غادي يلعب بالباص كنلاحظوا باللي اوميزون ناوي على الربح وغادي يلعب بنيتو فاش كيدير هاد البوزيسيون كنعرفو باغي يربح يلاه سونطري بوكبا على حسابها صاحبي فين غادي عند كونتي لاش ماتش ويدي ما كيتيريش كيخرج اللاعب باش يبرو دريز مارك فوالا زوينه ايوا مبابي هذا ماشي موالي هذا ماشي المواد وهذا هذا تي هذاك ماشي تي وهذا تي لابيل زوينة بيت توماس مزيان باس غريزمان اي امبابي برافو زوين امبابي دريفن شوت كي ماركي البيت الثالث اوميزان
اللي بغيت نربح لك سبير البرنامج. لا هو الرابع جول امبابي اخيرا كتماركي بيت اخيرا سلموا بيناتكم في سيري ماتش وميزون ربح 4-1. قبل ما ندوزو للفينال غادي نمشيو نشوفو واحد اللقطه خطيره الدراري واحد المراوغه واعره نشوفوها ونبغي ناخذ الراي ديالكم فيها. شنو كيبان لكم في هاد اللقطه الدراري؟ واش ساهله ديرها ولا لا؟ سي تا ميلونج ما فيها بزاف ديال لي دريبل في اللقطه. دار فيها غولات دار فيها غولات دار فيها كروكيطا دار فيها رجع دروب باك. خصك تميتريزي كاع هاد باش تقدر دير هاد القضيه. كومبينيزون ديال كومبينيزون ديال دابا غادي ندوزو للفينال ما بين بطل المغرب اللي ربح الشامبيونه ديال ام دي جي اس اي سبور الياس مساعد وما بين اوميزون ليكسبير ديال البرنامج عيش الكيف. اوميزون غادي يلعب بجيفونتوس والياس غادي يلعب بفرنسا. يلا بدا الماتش ديبالا رونالدو رونالدو كوستا جول جول ما راح تشرا بدلت الفرقة اوميزون ليكسبير ديال البرنامج عيش الجيم رابح الشامبيون ديال ماروك دقيقة 16 دابا واش اوميزون يقدر يضرب البيت الثاني كرة عند غريزمان امبابي غريزمان الماتش باقي فيه ربع ساعة وغادي نترقبوا شكون اللي غادي يربح هاد الفينال. باقي كل واحد فيكم عنده لي شونس ديالو وهذه محاولة خطرة كريستيانو رونالدو لا شنو نقول دوك الماتش سالب واحد لواحد دابا غادي ندوزو البيناتيات اللي هما اللي غادي يحسموا شكون هو الفائز بهذا التورنو. البيناتي الأول بالبركة كتخشى بوغبا لي زعما وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديال اليوم وهكا كنكونوا سالينا السلسلة ديال الحلقات اللي خصصناهم للفيفا 19. كنشكركم بزاف على المتابعة وكنتمنى أن الحلقات يكونوا عجبوكم. غادي نرجعوا السيمانة الجاية مع واحد لو جو اللي رجع كلشي كيلعبوا بابجي موبايل. إلا كنتي في يوتيوب برو جولة غادي تخلي لينا سبسكرايب وإلا كنتي في فيسبوك خلي لينا شي لايك. نتلاقاو السيمانة الجاية مع بابجي موبايل. السلام عليكم وعيشوا الجيم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف لايم دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.